بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نحاول نغطي الموضوع الثالث من موضوعات التقدير الإحصائي. نحن ما زلنا حتى الآن في التقدير الإحصائي، آخر موضوع نتناوله اللي هو تحديد حجم العينة. تحديد حجم العينة يعني من العنوان اللي هي حجم العينة هو العدد اللي نحن مفروض نعمل عليه دراسة. يعني هذه العينة قد تكون عينة من طلاب، قد تكون عينة من موظفين، قد تكون عينة من بنوك، قد تكون عينة من 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 من, من مؤسسات مالية. المهم عينة. طيب نختار كيف؟ حسب السؤال. يعني أنا في المسألة في الاختبار بعطيك سؤال بقول لك ما هو حجم العين الذي يجب أن تختاره لتقدير متوسط عندها قانون لحالة، أو أقول لك ما هو حجم العين الذي يجب أن نختاره لتقدير نسبة عندها قانون لحالة. يعني عندي حالتين، إما أنا أبغى الهدف الأساسي من حجم العين هو الوسط الحسابي، هذا عنده قانون لحالة، أو يكون الهدف الأساسي من هذه العينة هو تقدير النسبة. يعني مثلا حبيت أحسب نسبة المدخنين أو نسبة المستويين أو نسبة الموظفين، هذه عندها قانون لحالة. إذن من البداية أنا أحدد هذه العينة هل هي لوسط حسابي أم للنسبة، تمام؟ طيب حجم العينة يجب أن يحدد في ضوء ثلاثة معايير. عندنا ثلاثة معايير أساسية لحجم العينة، هذه طبعا لا بد من حفظها حفظ جيد لأنه السؤال فيها نعم حالتين، إما أن يكون الوسط الحسابي أو يكون النسبة حسب السؤال في الاختبار. إذا قلت لك ما هو حجم العين الذي يجب أن تختاره لتقدير متوسط معناه للوسط الحسابي عنده قانون لحاله، أو أقول لك ما هو حجم العين الذي يجب أن نختاره لتقدير نسبة هذا عنده قانون لحاله. طيب الحين عندنا ثلاثة معايير لا بد من معرفتها في حجم العينة. أول حاجة التباين. تباين طبعا نحن الرمضولوج تذكرون الرمضولوج رمز سيجما تربيع، سيجما تربيع. هذا التباين في علاقة بينه وبين حجم العينة، كل ما كان حجم العينة كبير، طبعا حجم العينة لما يكون كبير معناه الاختلاف، التباين طبعا هو الاختلافات أو الاختلاف داخل العينة الواحدة داخل الجروب، فلما يكون حجم العينة كبير التباين سيكون كبير لأنه العينة هذه حتكون يعني فيها حد. الواحد مثلا لو قلنا نبغى عينة لطلاب، تمام؟ يعني مثلا متوسط النجاح عند الطلاب، معروف إنه العينة لما تكون كبيرة بتشمل طالب يكون حصل على 5، طالب على 50، وطالب على 100، وطالب على 75. إذن في اختلافات داخل العينة، هذه الاختلافات بتكون كبيرة كل ما كان حجم العينة كبير. إذن هذه تسمى العلاقة الطردية، كل ما كان حجم العينة كبير، حجم العينة حرفظوه بالرمز نون، حجم العينة نون، ومستوى الصغة اللي هو حرفظوه اللي هو التباين حرفظوه بالرمز سيجما تربيع. إذن هذه علاقة طردية، كل ما زاد حجم العينة كل ما زاد سيجما تربيع، وهذا حفظ في الاختبار. بقول لك العلاقة بين حجم العينة والتباين علاقة، بعطيك خيارات طردية عكسية لا طردية لا عكسية، أعطيك أي خيار آخر أنت تكون عارف إنه هذه هي علاقة طردية. نمرة واحد العلاقة بين التباين وحجم العينة، العلاقة بين التباين وحجم العينة هي علاقة طردية، تمام؟ اثنين درجة الخطأ في التقدير. أنا طبعا عندي خطأ في التقدير، هذا الخطأ هو حرف الضبع شوية الرمز معين، هذا هو مثلا اسميه دال، بعد شوية حرف الضبع رمز دال اسميه الخطأ. العلاقة هنا كل ما كان، طبعا احنا يا اخوانا الهدف الاساسي من العينة هي تمثل المجتمع. انا لما اختار عينة، العينة هدفي الاساسي منها تكون تمثل المجتمع تمثيل حقيقي، فاذا كل ما كان حجم العينة كبير كل ما هي مثل المجتمع، وبالتالي قل الخطأ. اذا زاد حجم العينة هذا يؤدي الى ان يكون الخطأ معروف قل او قليل، علاقة عكسية، علاقة عكسية بين حجم العينة واللي هي والدرجة اللي هي الخطأ في التقدير.
التاسع درجة الصغة في التقدير وحجم العينة. كل ما كان حجم العينة كبير كان مستوى الثقة عالي. يعني أنا بقول واثق بنسبة 99%، هذه ثقة عالية جدا أن العينة تمثل المجتمع. طبعا كل ما كانت العينة كبيرة كل ما كان قربت من المجتمع تمثل المجتمع. يعني لما يكون عندي مجتمع مثلا من 100 طالب وأخذت عينة من 80 طالب، أكيد مستوى الثقة حيكون عالي. ليش؟ لأنه هذه 80 كبيرة جدا بالنسبة لحجم العينة من 100. طبعا نحن هدفنا الأساسي إن العينة تكون كبيرة بحيث إنها تغطي كل يعني أغلب فئات المجتمع، تكون شاملة. فإذا كل ما كان حجم العينة كل ما كان حجم العينة كبير كل ما كان اللي هو درجة الصغة عالية كبيرة. هذه علاقة طردية. إذا نرجع نلخص هذه الأشياء كلها في بقول العلاقة بين حجم العينة نون مع سيجما تربيع مع التباين. هذه علاقة ايش؟ علاقة طردية. نعم العلاقة بين نون ومستوى سيجما تربيع هي علاقة طردية. طيب هذه اتفقنا علينا علاقة طردية. العلاقة بين حجم العينة نون مع مستوى الصغة، مستوى الصغة اللي هو زد، مستوى الصغة اللي هو زد علاقة مع مستوى الصغة علاقة طردية. علاقة طردية تمام. وآخر حاجة العلاقة بين حجم العينة مع الخطأ، مع الخطأ اللي هو دال، اسمه دال، رمزه دال، هي علاقة عكسية. هذه الثلاثة لازم نحفظها حفظ جيدا لأن في الاختبار موجودة دائما، دائما في الاختبارات بتكون هذه الأسئلة موجودة. أقول لك العلاقة بين حجم العينة ومستوى الصغة هي علاقة، أعطي خيارات. أو أقول لك العلاقة بين حجم العينة واللي هو الخطأ هي علاقة، وأعطي خيارات. إذا ثلاثة خيارات، هذه ثلاثة معايير لازم نحفظها. واحد اثنان، وهذا هو المعيار الثالث. واضح يا شباب؟ هذا هو المعيار الثالث. واضح؟ حفظ تمام. طيب نشوف بعد ما عرفنا هذه العلاقات الثلاث، إذن مفروض بعد أشوف حجم العينة نون اللازم لتقدير متوسط المجتمع. هنا السؤال بيقول لك كيف؟ السؤال هنا بيكون بيقول لك ما هو حجم العين الذي يجب أن تختاره لتقدير متوسط؟ كلمة متوسط هذه عند قانون الإحالة. القانون بالعربي نون، هذا هو القانون هنا، نون بيساوي يا تربيع. طبعا قيم يا معروف عندنا، نعم وسط حسابي. نحن هنا نبغى نقدر وسط حسابي، نشوف العين المفروض نختارها كم؟ حجم العين عشان نقدر مثلا متوسط عمر الطالب، حجم العين عشان نقدر مثلا متوسط دخل الفرد، حجم العين عشان نقدر مثلا اللي هو متوسط مثلا الدرجات. سؤال بكل وسط حسابي، لوسط حسابي نختار هذا القانون. القانون هو نون حجم العين بيساوي يا تربيع مضروبه في سيجما تربيع تقسيم دال تربيع. يا طبعا اسمها جد تربيع، سيجما تربيع هي نفسها، والإرر تربيع هي الدال. ما عندنا هذا قانون الإنجليزي، ما اشتغل به، اشتغل بالعرض. هذا اللي عارفينه نحن تمام. طيب اذا قلنا السؤال اذا كان حجم العينة للوسط الحسابي بجي اقول له يا اخي نون في هذه الحالة بتساوي، نون طبعا هي حجم العينة، رمز حجم العينة بتساوي يا تربيع. قيم يا عارفينها ولا ما عارفينها؟ هي عندها ثلاثة قيم، هي إما تكون 99% مقابلة 2.58، أو تكون يا هذه قيمتها 95% ومقابلة 1.96، أو تكون هذه يا 90% ومقابلة 1.65. ثلاثة قيم معروفة، ما حنجيب غير أكثر تمام. إذن هذه هي ضرب يا، قلنا ضرب سيجما تربيع اللي هو التباين، بيكون معطى سيجما تربيع تباين معطى، بعطيك انحراف معياري وانت تروح تحط التربيع على الايرور اللي هو دال تربيع، على دال تربيع
جبنا احنا قلنا العلاقه بين حجم العينه ومستوى الصغر علاقه طرديه، شايف في اتجاه واحد، وقلنا العلاقه بين حجم العينه والتباين علاقه طرديه، لكن قلنا العلاقه بين حجم العينه والخطا علاقه عكسيه، شايف ان في علاقه عكسيه. اذا الثلاثه معايير هي كونت القانون اللي نحسبه حجم العينه، هي من خلاله قدرنا نحسب حجم العينه، هذا هو قانون حجم العينه للوسط الحسابي، قانون حجم العينه للوسط الحسابي. طيب نشوف عليه مثال كيف. قال اوجب حجم العينه العشوائيه اللازمه لتقدير متوسط. كلمه متوسط معناها انا المفروض استخدم القانون اللي فيه وسط حسابي. متوسط، متوسط هذا معناه ايش؟ معناه القانون اللي فيه وسط الحسابي. متوسط العمر لعينه من الطلبه، اذا كنا نرغب في ان لا يزيد الخطا، هذه دال على طول. يعني من هنا انا عندي دال المفروض تساوي ايش؟ اجي اقول له يا اخي دال المفروض تساوي الخطا يزيد من كم؟ 2 سنه، 2 دال تساوي 2. طبعا دال هي الخطا، دال هي الخطا. طيب وبدرجه الصغه 95%، لما تكون درجه الصغه 95% كم تساوي يا؟ هي تكون كم؟ 1.96. طيب بفرض ان التباين، بفرض ان التباين، التباين رمز له بالرمز سيجما تربيع، سيجما تربيع كم يساوي؟ يساوي 50، يساوي 50. يعني بفرض ان التباين يساوي سيجما اللي هي تساوي كم؟ 50. اصبحت المعطيات الثلاثه عندي يا شباب. شوف اي مساله نحن نعطيك لها في الاختبار اتاكد تماما انه فيها ثلاثه معطيات، فيها الخطا دال، وفيها ياء اللي هي مستوى الصغه، وفيها اللي هي التباين اللي هو سيجما تربيع. واضح يا شباب؟ طيب بعد ده اجي انا اطبق هذا في القانون. اجي اقول له يا اخي القانون حجم العينه نون يساوي القانون ياء تربيع، هذه ياء تربيع ضرب ضرب سيجما تربيع تقسيم نو دال تربيع، تقسيم دال تربيع كله عندي. يا عندي كانت بتساوي 1.96، لكن ما له تربيع، حطها تربيع، هذه تربيع تمام، مضروبه في ضرب، ضرب ايش؟ سيجما تربيع. سيجما كانت كم؟ كم سيجما كانت؟ سيجما كانت الانحراف المعياري 2، سيجما كانت 50 مش؟ سيجما كانت 50، سوري سيجما كانت 50، إذا هذه ضربة 50، تباين، تباين 50، تقسيم دال اللي هي 4 حتصير 2 تربيع، 2 تربيع حتصير كم؟ 4. أعمل هذه العملية كلها في الآلة الحاسبة، هذه العملية، هذه العملية أعملها بالآلة الحاسبة، كم تكون الناتج؟ هذه حتصير نون، أنا في الاختبار حقول لك نون بتساوي، أعطيك مجموعة من الخيارات، نون بتساوي، أعطيك مجموعة من الخيارات، من ضمن هذه الخيارات حيكون عندنا اللي هي نون بتساوي 48 طالب. نون بتساوي 48 طالب، عندكم سهرة كده يا شباب ولا ما فيها مشكلة؟ قال نون بتساوي 48، صح الكلام هذا ولا في حاجة؟ طيب بحكي لك الآلة الحاسبة، حط في الآلة الحاسبة 1.96، أعمل تربيع النافي، أضرب في 50 النافي، تقسيم 4 النافي هو 48 بوينت حاجة، أصغر من من 5 عشان كده بنحطها 48 تقريبا. الناتج ظهر كده يا شباب، أنا عندي الآن حاجة الآن شغال فيها، ظهر الناتج هو 48 فاصلة بوينت
0.2 48.02. أنا بناظر الرقم البعض البوينت، إذا كان أصغر من 5 تسقط على طول روح، هذا ما احتاج خلاص، بس 48 تقريبا 48. يلا ثانية تلعب من جديد. ظهر كم؟ ما في كسر هنا، تحط 1.96 1.96 تربيع. انت فكرك عملت كده، عملت كده 1.996 ما في كده كده تربيع، هذه مربعة تمام؟ مضروبة فيه 50، أضرب فيه 50 تمام؟ أقسم الناتج على 4، الناتج على 4 لا لا 50 ما تربيع، 50 تباين ما في تربيع، لما أعطيه تباين حطه بحاله 50 ما فيها تربيع، شايف ما عملت تربيع هنا 50 بحالة، لأنه قال تباين المثلة، لما نرجع للسؤال قال بفرض أن التباين طبعا سيجما تربيع، التباين هو سيجما تربيع حطه بحاله، سيجما تربيع معطى، هذه شايفها معطى سيجما تربيع بالسالب 50، عشان كده ما حربعها لأنه مربع أصلا، الخمسين ما حربعها. طيب لو مر بعد 50 قسمنا على 4 كم الناتج؟ ايوه تمام صح، اذا الناتج هو 48 والاجابه كده تكون صحيحه. اذا هذا بالنسبه لكيف نقدر نحسب حجم العينه، كيف نقدر نحسب حجم العينه في هذه الحاله. طيب التباين، لانه اصلا التباين اصلا هو اسمه سيجما تربيع، التباين كده اسمه سيجما تربيع، هذا هو التباين، والقانون اللي بيحسبوه حجم العينه لو لاحظت فيه تباين سيجما تربيع، هذا هو القانون فيه سيجما تربيع موجوده هذه اصلا، لكن لو كان اعطاني هو جاي تربيع للتباين، نحن لازم نفرق بين الانحراف المعياري اسمه سيجما، ونفرق بين حاجة اسمها التباين اللي هو اسمه سيجما تربيع، اسمه سيجما تربيع، الاثنين لازم نفرق بين هذا وبين هذا، هذا انحراف، هذا يسمى بالانحراف المعياري، اسمه الانحراف المعياري، ما فيه تربيع، ده ربعه نحن تمام، لكن هذا التباين لو اعطاك التباين تحطه بحاله نفس الرقم، لأن القانون اصلا فيه تباين، واضح؟ هذا اسمه التباين. تباين مربع اصلا، تباين هو رقم مربع، واضح؟ طيب خليك معي، حجم العينه
العشوائية البسيطة اللازمة لتقدير هذا تمرين حجم العينة العشوائية البسيطة اللازمة لتقدير متوسط عمر الطالب بجامعة الإمام، متوسط عمر الطالب بجامعة الإمام بحيث أن لا يتجاوز الخطأ عن الوزن اللي هو عن كم؟ 4 سنوات وبدرجة صغة 99% بفرض أن الانحراف المعياري للأوزان في المجتمع هو 8. إذا اختلفت المسألة من جبال، قال تباين، الحين قال إيش؟ انحراف معياري. شوف لازم نعمل إيش؟ أول حاجة من السؤال، ما هو حجم العينة اللازم سحبها من طلاب جامعة الإمام لتقدير متوسط وزن الطالب بشرط أن لا يتجاوز الخطأ في التقدير عن 4؟ هذه إيش؟ هذه دال، دال بتساوي 4، تمام؟ ودرجة الصغة 99. إذن يا حساوي كم؟ يا حساوي 2.58، يفرض نكون حافظنا 2.58. هذه حفظ التباين، ما قال التباين، قال انحراف معياري سيجما، هذه حنرجع عليها بعدين. قال سيجما بتساوي كم؟ بتساوي 8. سيجما بتساوي 8. انا اعطيكم 5 دقائق للحل، حاولوا حلوا هذه المساله وانا بعد ذلك بحلها لكم، بشوف الحل مع بعض ان شاء الله، نشوف المحاوله، اكتب القانون، نطبق هذه المعطيات كلها في القانون وعلى طول تصرفت الاجابه. تفضل ناتي. كم؟ 26. والله أنا ما جرب تأكيد، الحين نجربه، الحين نجرب. يلا نقول نون بتساوي يا تربيع مضروبة في سيجما تربيع، سيجما تربيع مقسومة على دال تربيع، هذا هو القانون، صح؟ إذا نون هتساوي 2.58، لكن ما له مربعة، تمام؟ هذه حطها في القوسين، اكتب على تربيع ضرب السيجما، عندي كانت 8 هتكون تربيع تصير 64، 8 هنا ربع، انا لان الحرام عيالي انا اربع 8 تصير كم؟ 64 تقسيم دال اللي هي دال كانت كم؟ 4 تربيع حصير كم؟ 16، 4 تربيع حصير 16. طيب نعمل اللي هي 2.58 تربيع تساوي هذه النتيجة، أضربها في 2.58 تربيع يصير نتيجة، أضربها في ضرب 64 النادي تقسيم 16، هيكون الناتج عندي حسب الحالة عندي 26، تمام؟ 26.6 تقريبا 27، 26
0.6 في الاختبار طبعا مكتوب لك تقريبا بقريب لك بقول لك بيساوي او تقريبا تساوي جنب علامة التقريب كده اللي هي كم حتكون 27 تساوي او تقريبا 27 نعم 27 تمام. طيب نفس المعطيات في هذه المسألة غير لي درجة الصيغة هنا خليها بدل 99 خليها تكون 95 هذه كم؟ 95 لما تكون 95 معناها يا حتصير كم؟ يا حتصير 1.96 إذا عمل لي هذه كم نتيجة يكون؟ تدريب يا أخواننا لأنه هذه المسائل منها مثلا في الاختبار لازم نعرف نحلها كيف نعم عشان كده استغلنا عليها كثير لأنه قصدت أنا لازم نتعود نستغل مع هذه المسائل طيب نقدرها من اختبار في 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 هذه هذه هنغيرها هنا تكون 1.96 كم النتيجة؟ 1.96 إن شاء الله بنعيد ثاني طيب النتيجة كم؟ خمسطاش تقريبا نعم النتيجة تقريبا 15 يساوي نون يساوي تقريبا 15 تقريبا تمام طيب في حد من الشباب قال يعني شوية الشبكة عندي تعبانة نعيد هذه المسألة للمرة الثانية التمرين هذا هو التمرين قال ما هو حجم العينة اللازم سحبها من طلاب جامعة الإمام لتقدير متوسط وزن الطالب بشرط أن لا يتجاوز الخطأ في التقدير متوسط الوزن عن 4 الخطأ معناها دال على طول كلمة خطأ معناها ايش؟ دال اكتب دال بتساوي 4 هذه طيب وبدرجة الصيغة معناها يا درجة الصيغة اللي تسميها يا المعيارية يا بتساوي كم بتقابلها؟ اللي هي 2.58 حسب مستوى الصيغة هنا كم؟ بفرض ان الانحراف المعياري لما نقول انحراف المعياري القيم هذه انت ترجعها لان انحراف سيجما وانا عندي في القانون عندي ايش؟ القانون عندي نون ما بتساوي سيجما نون بتساوي ايش نون بتساوي يا تربيع تمام مضروبه في سيجما تربيع التباين يعني مضروبه في التباين لو اعطاك انحراف معياري انت تربع يعني 8 هذه تصير 64 تربع 8 تمام تقسيم دال عندي اللي هي تربيع اذا نخلي بالنا التريك هنا بكون في الانحراف المعياري حط القيمة وربعها لكن لو قال لي تباين ما كنت هربع هحطه بالحال تمام بما انه قال لي انحراف معياري 8 على طول هذه كانت بتساوي 1.96 بحطها في قوس بكتب عليها فوق تربيع بالآلة الحاسبة مضروبة في هذا ضرب التباين عندي انحراف المعياري كان 8 حتصير 8 لكن ما لا تربيع 8 تربيع اللي هي 64 تقسيم ايش تقسيم دال كم 4 تربيع حتصير اللي هي 16 4 تربيع طبق هذه في الآلة الحاسبة تظهر لك بتساوي تقريبا 15 طبعا حاطي خيارات
يعني هي المفروض تكون 15.3، لكن احنا نكتب انه طالب، ما ممكن تكتب 15.3 طالب، يعني ربع طالب ولا ثلث طالب ما في. ان 15 16 هي رقم صحيح، عشان كده بنقول 15 طالب. بعطيك الخيار الثاني مثلا، بعطيك رقم تكون بعيده، تقول اقرب رقم هو 15 تقريبا، يعني بعطيك مثلا 15، بعطيك معاه 20، بعطيك 25، بعطيك 51. اقرب رقم هو طبعا 15، وتحط هذا الرقم القريب هو اعتباره الرياضة الصحيحة. طيب هذا النوع الأول. النوع الثاني لحجم العينة، النوع الثاني من حجم العينة هو حجم العينة الذي يجب أن نختاره لتقدير حاجة اسمها النسبة في المجتمع. حجم العينة لتقدير النسبة في المجتمع، يقول لك ما هو حجم العينة العشوائية لازم سحبها من طلاب جامعة الإمام لتقدير نسبة الطلاب كبار السن، لتقدير نسبة. هنا بيجي قال لي تقدير متوسط السؤال، الحين قال تقدير ايش؟ نسبة. السؤال بيكون واضح، بشرط ان لا يتجاوز الخطأ في التقدير عن 2%، هي الخطأ بيكون في المية، بدرجة استوى 95%، بفرض ان هذه النسبة من دراسات سابقة هي 25%، كله معطى. تمام؟ النسبة القانون عندي حجم العينة في النسبة نون بتساوي نون بتساوي يا تربيع نفس الموجودة في الوصف الحسابي، يا تربيع مضروب في لام النسبة معطى، تمام، مضروب في واحد ناقص لام. انت اذا عندك لام ممكن تحسب واحد ناقص لام وكمل ليها، يعني واحد ناقص لام تقسيم تقسيم دال تربيع نفس الضابط الثاني. يعني الاختلاف الوحيد بينه وبين الوصف الحسابي، هناك استخدمنا في الوصف الحسابي استخدمنا التباين اللي هو كان سيجما تربيع، الحين التباين اصبح لام في واحد ضرب لام، واحد ناقص لام، لام ضرب واحد ناقص لام. طيب في المثل حقتنا هذه عندي مستوى الثقه كان 95%، اذا حيكون عندي 1.96، لكن ما لا 1.96 تربيع خطها في قوسين اكتب عليها تربيع، تمام، ضرب لام النسبه كانت معطى، قال لي بحيث ان هذه النسبه كانت معطى، بالتالي كم من درجات سابقه، بفرض ان هذه النسبه من درجات سابقه بالتالي 25%، بالتالي 25%، اذا النسبه معطى، النسبه معطى هنا مضروبه في 0.25، شوف بكتبه كيف، بوينت نعم 25. طيب واحد ناقص لام مكتوبه كيف؟ اذا كان لام بتساوي بوينت 25 في الحدين، اذا واحد ناقص لام حصير فشل، نعم بوينت 75 ضرب بوينت 75، نكمل ليه يعني واحد ناقص لام ولام المفروض مجموع بتساوي 100%، هذه بوينت 75. اقفل هذا القوس، تقسيم دال تربيع، دال كم كانت؟ 2%، اكتبها كده يا شباب الان حدها 2، اعمل 0 حتى اكتب هنا شنو؟ ال 2 اللي هي 0.0، لكن ماله؟ تربيع، هذه تربيع. بالآلة الحاسبة احسب هذه الحسبة كم تساوي نون؟ نون في هذه الحالة يصير يلا شباب كم؟ كم نون؟ 1.96 تربيع، 1.96 تربيع بتساوي عندنا نتيجة أضربها في 0.25 ضرب 0.75 الناتج تقسيم، هذا الناتج تقسيم اللي هي 0.02 تربيع، الناتج تقريبا 1801. شباب يقولون الناتج تقريبا 1801، ويمكن تكون هذه الاجابه هي الاجابه الصحيحه. اذا حسب الاشياء الموجوده عندي هنا الناتج هو عباره عن 1801، هذه هي الاجابه الصحيحه. وبهذه النقطه بنكون عملنا تقدير لحجم العينه الذي يجب ان نختاره لتقدير النسبه، والمره الاولى حجم العينه الذي يجب ان نختاره لتقدير الوسط الحسابي. اذا نرجع نلخص هذا الكلام كله في ثلاث نقاط. النقطه الاولى اللي هي العلاقه بين حجم العينه
والتباين علاقة طردية، والعلاقة بين حجم العينة ودرجة الصغة علاقة طردية، والعلاقة بين حجم العينة والخطأ المسموح به علاقة عكسية. النقطة الأولى. النقطة الثانية حجم العينة للوسط الحسابي، نون للوسط الحسابي، وقلنا هذه عندها قانون اللي هو قلنا نون بالسالب في هذه الحالة يا تربيع لام لام وش لا لام هي النسبة، لام هي النسبة، لام هي النسبة معطى هنا بفرض أن هذه النسبة 25%. إذا لام بتساوي 25%، لام بتساوي بالتكتب في الآلة الحاسبة نسيبه كده، لام بتساوي point two تعمل point two five، واحد من الطرف حصير مكمل له اللي هي point 75 point 75. لما يبدأ كمية صح كده إذا أعمل ثاني جديد هي لما نجي تطبيق القانون، هذا هو القانون انا عملت له كده، بعد ايوه كده عيديها المره الثانيه يمكن تطلع معك صح. نون بتساوي يا تربيع ضرب بوينت 25 ضرب بوينت 75 على بوينت 0.2 تربيع بالآلة الحاسبه تطلع صحيحه. نعم اللام معطى، النسبه دائما معطى، لام معطى، لكن الواحد ما بيفهم بيستعملها انت مكمله. إذا قال لك لام 25 المكملة حيكون 75%. تمام؟ اللام معطى والياء مستوى الصيغة معطى، والدال الخطأ المتعارف عليه برضه معطى. تطبيق مباشر، تطبيق الآلة الحاسبة مباشر. نعم بيطلع معك 1801 تقريبا، 1800 أو 1801 طلع 1800. طيب 1.96 تربيع ضرب بوي 25 ضرب بوي 75 النافي هو تقسيم بوي 0.2 تربيع النافي هو عبارة عن 1800 صح؟ صحيح 1800، لكن إذا غربنا السبعة بوينت سبعة هذه تطلع معك واحد. حسب بعدين في الاختبار إذا وجدت 1800 واحد أقرب رقم تعملها، إذا وجدت 1800 هي أقرب رقم تحطها. تمام؟ يلا نشوف آخر حاجة قلنا نلخص الكلام نلخص ما كله. الباقي لنا بس حاجة واحدة اللي هي قلنا نون بتساوي يا تربيع مضروبة في التباين سيجما تربيع وعلى الدال تربيع. هذا قانون نستخدمه متى؟ والقانون الثاني نون بتساوي يا تربيع ضرب لام ضرب واحد ناقص لام ضرب واحد ناقص لام تقسيم دال تربيع. القانون الأول نستخدمه متى والقانون الثاني نستخدمه متى؟ هذه سوري هذه تقسيم دال دال تربيع، هذه تقسيم دال تربيع، هذه دال تربيع. قالوا القانون الأول نستخدمه في المتوسط والقانون الثاني نستخدمه للنسبة. السؤال في الاختبار بيكون واضح، بقول لك حجم العين الذي يجب أن تختاره لتقدير متوسط تستخدم هذا القانون، وإذا قلت لك حجم العين الذي يجب أن تختاره لتقدير نسبة تستخدم هذا القانون. وبهذه النقطة نكون ختمنا لقاء هذا اليوم، على أن نلتقي غدا إن شاء الله في درس جديد عن حاجة اسمها اختبارات الفروض الإحصائية الباب الخامس والأخير. الأسبوع الجاي نخلصه، وباقي الأسبوع إن شاء الله حيكون للمراجعة. أي سؤال؟ بارك الله فيكم، موفقين بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السبائر الأولى، هذا القانون الأول. هذه بقولت ما هو حجم العين الذي يجب أن تختاره لتقدير متوسط، على طول تستخدم هذا القانون، بعطيك خيارات، بقولت ما هو حجم العين الذي يجب أن تختاره لتقدير متوسط وزن الطالب بشرط أن لا يتجاوز الخطأ في التقدير، هذه دال خطأ دال بدرجة صغة 99، هذه معروفة تمام، بفرض أن الانحراف المعياري للأوزان هذا الانحراف المعياري سيجما، حط هذه الأشياء كلها في القانون وطبق على كده، نون بيساوي يا تربيع مضروبة في التباين تربيع التباين مقسوم على تال تربيع، هذه طبقها بالآلة الحاسبة تظهر بيساوي 15 مثلا. أيوة، بالنسبة للدروس الأولى من المقرر إن شاء الله هنعمل مراجعة يوم الثلوث والربوع، الثلوث هيكون الدروس الأولى الباب الأول والثاني، والربوع هيكون الباب الرابع والخامس بإذن الله. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.